الاستعجال في تأدية الصلاة، نعم ولكن غير مش غير مستحب أو يعني في حرمانية إن احنا نستعجل واحنا بنصلي. الأم اللي عندها طفل وبتقف تصلي جري 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 عشان ابنها بيعيط، عشان هي سايبة لوحده، عشان أيا كان ظروف الحياة اللي موجودة داخل البيت عندها، الأجر والثواب هنا بيبقى النقصان فيه برضو بص يا ولا؟ فندم، الأجر والثواب عند ربنا، تمام؟ ده بتاع ربنا، القبول بتاع ربنا، أنا ماليش دعوة. لكن أنا الصح أي الصح إيه؟ اركع حتى تطمئن، اسجد حتى تطمئن، صلي بخشوع، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا ربعها، ثمنها، ثلثها، نصفها، وإن الرجل لا ينصرف وما كتب له من صلاته شيء. والراجل اللي نقر الصلاة وجاي يقول له السلام عليك يا رسول الله، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني لم تصلي صلاة كاملة، يعني خلاص ما دام انت يعني ممكن حريص على الصلاة اديها زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. حضرتك هتاخد الله قد ينور ايه؟ عليك، الفرق بين الصلاة المطمئنة والصلاة المستعجلة ممكن دقيقتين أو ثلاثة. ومن الآخر احنا بنقعد حاطين وشنا في الموبايل بالساعات وما بنعملش حاجة. وقفت على الدقايق بتاع الصلاة، ما تخلينا واضحين، احنا بنقعد نبص ونقلب بس كده ساعات، ومش لاقي وقفت حاجة على كام نعملها. دقيقة بتاع الصلاة؟ لا، وايه بقى، الموبايل ما يرنش الا وانا بصلي، وشاشة التلفزيون ما تتفتحش الا وانا بصلي، والواد ما يعيطش الا وانا بصلي، والباب ما يخبطش غير وانا بصلي والباب ما يخبطش الا وانا بصلي، والاكل ما يتحرقش غير وانا بصلي. يا جماعة حرام عليكم. ما تصلي، يا تصلي صلاة تليق بربنا، يا تشوف لك رب تنفع معاه الصلاة دي. صح. ده العلماء ما كانوش متخيلين ان حد هيصلي كده. يا جماعة صلوا، صلوا لله عز وجل. ده الصلاة الخاشعة المطمئنة هتاخد مني في اليوم كله ايه؟ ساعة. هم خمس صلوات، لو انا حسبت 10 دقايق لكل صلاة، تخيل بقى 10 دقايق، حاجة كويسة جدا. لما تدي ربنا سبحانه وتعالى ساعة، ساعة من 24، وخلي بقى الواد يعيط في ال 23، ما حبكتش يعيط. نصلي الله يرضيك. مش بقول لك اللي بيحصل. نصلي يا فندم، أنا خايف على الناس. نصلي، أرتب أموري، أدخل أوضة أقفل عليا وأصلي، ده أنا هقابل حبيبي. يا جماعة عايزين نصلي بجد، رتب زي ما بنرتب كده لو في مكالمة مهمة، تمام، وأجي قافل عليا عشان هي بتكلم جوزها بره مصر، فعايزة تفهمه حاجة، عايز يقول لها حاجة، بتخلي الولد مع حد وتقفل على نفسها. طب ده أنا هقابل حبيبي بقى ربنا، ونعم بالله، أنا نجهز نفسنا، أجي قافل عليا، قافل الشاشة، قافل الموبايل، وأصلي 10 دقايق، أفصل. زي ما يكون أنا نفسي الصلاة دي تعمل معانا زي إيه؟ تخيلي حضرتك مصنع شغال بكل طاقته، فجأة شديت الفيشة، أصلي بقى، أصلي 10 دقايق، أرجع تاني، هرجع والله العظيم. إنما مش بصلي وأنا عيني على الشاشة، بصلي ودني معاكي، أخلص صلاة لك معاكي، وأكمل مكمل. كمل الكلام معايا. انت كنت بتصلي ولا معانا ولا بتعمل ايه؟ روح يا عم صلي، الله يرضى عني وعنكم. اقم الصلاه، قيام بالصلاه، قيام بالحياه، قيام بالدنيا، لعلي اسجد اقابل ربنا. صلي صلاه مودع، اخشع في صلاتك وكانها اخر صلاه. بالظبط. فانا مش محتاج استعجل في الصلاه ولا محتاج استعجل في الدعاء، فجدع على نفسي، ابقى غضبان اجدع على نفسي، ابقى غضبان اجدع على عيلي، ابقى غضبان اجدع على مالي. يا اخي لعلها لحظه اجابه وانت اللي تندم. ما هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم عسى احدكم ان يصادف لحظات اجابه فيستجيب الله له، وتندم. ويسيبك بقى من ايه، ادعو على عيلي واكره اللي يقول امين. طب بتدعي ليه اصلا يا ست؟ على دماغي من فوق، انت على راسي، بس بلاش، لانه البلاء موكل بالمنطق، تمام. النقطه الثانيه، اوعى تستعجل في استجابه الدعاء. يا مولانا عمال ادعي وربنا ما بيستجبليش، طب ما هي دي الجمله اللي ما عشان كده ربنا ما بيستجبلكش. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال يستجاب للمرء ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب. ادعي وتبقى عملت اللي عليك وربنا هيقدر لك اللي فيه الخير ليك. الله يرضى عنك، انا هطلب اللي نفسي فيه وربنا يعمل لي اللي فيه الخير وارضى باللي يعمله ربنا. طبعا، بس انا مش هسيب حاجه ما اطلبهاش، وما اطلبش جنيه، انا هطلب مليارات، انا هطلب تريليونات، انا هطلب كل اللي نفسي، هطلب من ربنا المستحيل وهو يديني ما يريد. وخلي بال حضرتك، والله العظيم حياتنا كلها دعاء، واللي احنا فيه ده والله ما كنا نحلم بيه، احنا في الجنه.
احنا في الجنة. لا الجنة احلى والله العظيم. لا ولسه ده احنا دلوقتي في الجنة، الجنة التانية بقى ده موضوع تاني، لكن حياتنا والله يا استاذة لمياء، حياتنا وحياة حضرتك وحياة المصورين الكرام نعمة. نعمة ايه؟ جنة بالنسبة لناس تانية. طبعا ده في ناس شربة المية بالنسبة ليهم امل. طبعا ده في ناس الجلابية دي امل. صح. فنفوق لنعمة ربنا. في ناس ما يعرفوش حاجة عن والله العظيم. فاحنا في جنة، ربنا يعيننا بس على اداء شكرها. امين يا